أخبار اليوم. إلى لسه لحد دلوقتي لم يؤكد إذا كانت قنبلة أو صاروخ غاز. اللي هيأكد الكلام ده تقرير المعمل الجنائي اللي بيفحص، ما زال الفحص جاري حتى الآن. لكن بطمن الناس كلها، المصابين تم نقلهم للمستشفى وتم علاجهم حاليا في مستشفى الحرب، وفي 2 متوفين. ولسه في حد انقاذ ولا خلاص؟ لا مفيش انقاذ، مفيش حد تحت. الاصابات كلها مطمئنه وبسيطه يعني ان شاء الله. في 2 متوفين سيدات. لا لحد دلوقتي ما فيش كلام ده، فيش معلومات عندنا ان في حد تحت الانقاض خالص. ان كل الانقاض الموجوده دلوقتي دي ما فيش فيها تحت احد. هنشوف او هنشيلها دلوقتي، المعمل الجنائي هيفحص بس وهنشيل كل الانقاض. هل بعد اعتزال العقار يعني قايله للسكوت في اي لحظه؟ اللي معانا السيد المحافظ والاداره الهندسيه كلها بتاع المحافظه، هم اللي يقدروا يقولوا اذا كان البيت يقدر يتحمل او ترميمه او يتم ازالته. لكن لا يوجد اي انفجار هنا في المنطقه، يعني هو تسرب غاز ولا ما نقدرش نقول برضه تسرب غاز او ما نقدرش نقول انفجار. يعني هو المعمل الجنائي هو اللي يحدد لنا دلوقتي الحدث.